درس جديد من دروس التاريخ عندي في الوحدة الرابعة، الدرس الأولاني بعنوان ثورة 23 يوليو 1952. زي ما انتم عارفين أخدنا قبل كده ثورة 1881 اللي هي كانت بقيادة أحمد عرابي، وتاني درس كان ثورة 1919 اللي هي كانت بقيادة سعد زغلول. إن شاء الله يكون تالت ثورة عندي اللي هي ثورة 23 يوليو 1952. طيب ثورة 23 يوليو 1952 بيقول لي قامت 1952. مقدمات عن مقدمة عن الثورة، أسباب الثورة بيقول لي ساءت أحوال مصر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل الاستعمار البريطاني وفساد الحكم مما أدى إلى تذمر الضباط. يعني إيه تذمر الضباط؟ يعني غضب الضباط وتأسيس تنظيم الضباط الأحرار. يبقى ساءت أحوال مصر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أثناء إيه؟ الاستعمار البريطاني وفساد الحكم اللي كان أيام مين؟ أيام الملك فاروق، وده أحد أحفاد مين؟ محمد علي. مما أدى إلى تذمر الضباط، غضب الضباط وتأسيس تنظيم الضباط الإيه؟ الأحرار. ما المقصود بتنظيم الضباط الأحرار؟ بيقول لي تنظيم الضباط الأحرار مجموعة من الضباط المعروفين بوطنيتهم تجمعهم أهداف مشتركة وأسسوا مين؟ وأسسوا جمال عبد الناصر. زي ما أنتم شايفين الصورة اللي قدامنا دي تنظيم الضباط الأحرار. يبقى تنظيم الضباط الأحرار مجموعة من الضباط المعروفين بوطنيتهم تجمعهم أهداف مشتركة وأسسوا مين؟ أسسوا جمال عبد الناصر. طيب كمل بعد كده بيقول لي بما تفسر قيام ثورة 23 يوليو 1952. ايه اسباب ثوره 23 يوليو؟ زي ما انا قلت لكم عندي ان هي سوء الاحوال السياسيه. طب الاسباب السياسيه تتمثل في ايه؟ قال لك الاحتلال البريطاني لمصر وفساد الايه؟ وفساد الحكم زي ما احنا قلنا ايام مين؟ الملك فاروق. تاني حاجه اسباب اقتصاديه، الاسباب الاقتصاديه دي تتمثل في ايه؟ قال لي ارتفاع الاسعار وانخفاض الدخل وانتشار الايه؟ وانتشار الفقر. عندي بعد كده اسباب اجتماعيه تتمثل في ايه؟ قال لي سوء توزيع الثروات وغياب العداله الاجتماعيه وانتشار الجهل والمرض. يبقى اسباب ثوره 23 يوليو 1952 عندي اسباب سياسيه تتمثل في الاحتلال البريطاني لمصر وفساد الحكم، اسباب اقتصاديه تتمثل في ارتفاع الاسعار وانخفاض الدخل وانتشار الايه؟ الفقر. اسباب اجتماعيه تتمثل في سوء توزيع الثروات. يعني ايه سوء توزيع الثروات؟ ان انا عندي مثلا الفقير بيزداد فقر والغني بيزداد غنى، غياب العداله الاجتماعيه، مفيش عداله اجتماعيه، انتشار الجهل والايه؟ انتشار الجهل والمرض. يبقى انا كده عرفت اسباب ثوره 23 يوليو 1952. طيب مبادئ الثوره لما تنظيم الضباط الاحرار قام بالثوره، قام بيها ليه؟ قال لي علشان يقضي على ثلاث حاجات ويقيم ثلاث حاجات. ايه الحاجات دي؟ قال لك اول حاجه القضاء على الاستعمار واعوانه، الاستعمار اللي هو ايه؟ الاحتلال البريطاني. تاني حاجه القضاء على الاقطاع، يعني ايه الاقطاع؟ الاقطاع ده اللي بيبقى مثلا عندي مجموعه قليله بتستحوذ على عدد كبير جدا من الابدنه، ده اسمه الاقطاع. ثلاثه الاحتكار وسيطره راس المال، ان انا بلاقي مثلا شخص معين بيحتكر صناعه معينه، يبقى الاحتكار وسيطره راس المال. يبقى لو قال لك مبادئ ثوره 23 يوليو القضاء على ايه وايه وايه؟ اقول له الاستعمار واعوانه اللي هو الاحتلال، الاقطاع قلنا ايه اللي هي السيطره على عدد كبير من الابدنه، الاحتكار وسيطره راس المال اللي هو السيطره في صناعه معينه. طيب كان عايز يقيم ايه؟ قال لي اقامه عداله اجتماعيه بين الناس، اقامه جيش وطني قوي، اقامه حياه ديمقراطيه سليمه. انا قلت يا اولاد مبادئ ثوره 23 يوليو 1952 القضاء على ثلاث حاجات واقامه ثلاث ايه حاجات. طيب القضاء على ايه؟ قلنا الاستعمار واعوانه اللي هو الاحتلال، القضاء على الاقطاع اللي هو السيطره على عدد كبير من الابدنه، القضاء على احتكار وسيطرة رأس المال. طيب إقامة إيه؟ قال لي إقامة عدالة اجتماعية ما بين الناس، إقامة جيش وطني قوي، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. يبقى ثلاثة القضاء على وثلاثة إقامة. طيب إيه هي العدالة الاجتماعية دي؟ قال لي العدالة الاجتماعية دي معناها توزيع الثروات القومية بين المواطنين توزيعا عادلا. يبقى تاني مبادئ الثورة، أسباب الثورة ومبادئ الثورة. طيب هاخد بعد كده عندي إنجازات ثورة 23 يوليو 1952. ايه اهم الانجازات اللي قامت؟ اول حاجه الثوره عملتها لي اصدار قانون الاصلاح الزراعي سبتمبر 1952. اول حاجه التنظيم عملها لي اصدار قانون الاصلاح الزراعي سبتمبر 1952 ونص على تحديد الملكيه الزراعيه. يعني ايه نص على تحديد الملكيه الزراعيه؟ يعني اول حاجه قال لك ان مسموح لك ب 200 فدان. بعد كده صدر كذا كذا قانون لحد ما وقف عند ايه؟ 50 فدان. هو كده قضى على الايه؟ قضى على الاقطاع. طيب تاني حاجه بيقول لي الغاء النظام الملكي. ايه الغاء النظام الملكي ده؟ انا قلت ان مصر كان مين اللي بيحكمها؟ احفاد مين؟ احفاد محمد علي. كانت ملكيه. طيب قال لي تم الغاء النظام الملكي واعلان الجمهوريه في يونيو 1953 واصبح عندي اول رئيس للجمهوريه مين؟ محمد نجيب اللي انا شايفه صورته قدامي. يبقى انجازات الثوره، اول حاجه قلنا اصدار قانون الاصلاح الزراعي كده قضى عليه، قضى على الاقطاع. اثنين الغاء
بعد كده بيقول لي تم عقد اتفاقيه الجلاء. الجلاء ده الرحيل ما بين مصر وبريطانيا اللي هي انجلترا في اكتوبر 1954. اتفاقيه ما بينهم ان كده خلاص بريطانيا هتروح هتمشي من مصر، يبقى عقد اتفاقيه الجلاء بين مصر وبريطانيا امتى؟ اكتوبر 1954. طيب عندي بعد كده تأميم شركة قناة السويس في يوليو 1956. يعني ايه تأميم؟ قال لك تأميم يعني تقصير، يعني تصبح قناة السويس دي مصرية 100%، موظفين من الأسهم من أرباح كل حاجة تبقى مصرية 100%. وتنصير ايه؟ باقي الشركات والبنوك. يبقى تأميم شركة قناة السويس امتى؟ 1956، وتنصير الشركات والبنوك. عندي بعد كده بيقول لي إقامة وحدة بين مصر وسوريا 1958، يعني مصر وسوريا أصبح في اتحاد بينهم، لكن طبعا الوحدة لم تدم ايه؟ طويلة، يبقى إنجازات الثورة عيدها بسرعة. طيب عندي بعد كده بيقول لي بناء السد العالي، السد العالي ده بدأوا في بنائه 1965 وتم افتتاحه 1971. افتتاحه ايه؟ عام 1971. عندي بعد كده من انجازات الثوره قال لي مسانده مصر معظم حركات التحرر الوطني في اسيا وافريقيا وخاصه بين الجزائر. زي ما انتم عارفين الوطن العربي كله اصلا كان محتل، يبقى مصر حاولت انها تساند بعض الحركات التحرر الوطني فين؟ في اسيا وافريقيا، واكثر دوله وقفت جنبها مين؟ الجزائر. طيب بعد كده يقول لي بناء الصناعه الثقيله. يعني ايه الصناعه الثقيله؟ بناء الصناعات زي صناعه ايه؟ الحديد والصلب، وكان مركزها فين؟ في حلوان. عندي بعد كده برضو من انجازات الثوره الاهتمام بالكليات العسكريه وتنوع مصادر الاعداد والايه والتسليح. هو كده اقام ايه؟ اقام جيش وطني قومي. يبقى الاهتمام بالكليات العسكريه وتنوع مصادر الاعداد والايه والتسليح. بعد ما مسك محمد نجيب مسك مين مكانه؟ جمال عبد الناصر اللي هو كان رئيس تنظيم الضباط الاحرار اصلا. يبقى انا كده قلت مبادئ الثوره وقلت عندي الايه الانجازات بتاعت الثوره. هاجي بعد كده عندي يا اولاد في حاجه اسمها العدوان الثلاثي على مصر. ايه هو العدوان الثلاثي على مصر ده واسباب قيامه؟ بيقول لي اسباب قيام العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 زي ما انا قلت ايه؟ تأميم شركه قناه السويس. فقامت مين بقى؟ انجلترا وفرنسا واسرائيل بالاعتداء على مصر. فالعدوان الثلاثي دول ثلاث دول قاموا بالاعتداء على مصر. مين هم؟ قال لي انجلترا فرنسا اسرائيل. مين؟ انجلترا فرنسا اسرائيل. طيب اعتدوا ليه على مصر الثلاث دول دول؟ قال لي بسبب تأميم شركه قناه السويس. قلنا يعني ايه تمصير هذه الشركه وطرد كل الموظفين الاجانب. طيب قال لك العدوان ده هو فشل، لم ينجح في ايه؟ في احتلال مصر مره اخرى. طيب اسباب فشل العدوان؟ قال لي طبعا عندي اول حاجه تلاحم الجيش والشعب ضد العدوان، يعني كان الشعب واقف مع مين؟ واقف مع الجيش. اثنين قال لي تضامن الشعوب العربيه بجانب مصر، كل الشعوب العربيه في الوقت ده ردت الجميل لمصر ووقفت مين؟ جنب مصر. ثلاثة معارضة الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا حاليا للعدوان وهدد بالتدخل العسكري. يبقى تاني العدوان الثلاثي على مصر ده قامت ثلاث دول انجلترا وفرنسا واسرائيل بالاعتداء على مصر. طب ليه اعتدوا على مصر 1956؟ لان مصر في السنه دي قامت بتأميم ايه؟ شركه قناه السويس. طيب العدوان ده الحمد لله فشل، طب فشل ليه؟ قال لك بسبب تلاحم الجيش والشعب. ده اول حاجه اقول له ايه؟ تلاحم الجيش والشعب، الجيش والشعب وقفوا مع بعض. اثنين تضامن الشعوب العربية بجانب مصر، كل الشعوب العربية وقفت ايه؟ جنب مصر. ثلاثة معارضة الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي ده اللي هو حاليا روسيا للعدوان وتهدده بالايه؟ بالتدخل العسكري. فكده فشل العدوان الثلاثي على ايه؟ على مصر. طيب عندي بعد كده يا ولاد هاخد حاجة اسمها العدوان الإسرائيلي على مصر 1967. ايه العدوان الإسرائيلي ده؟ بيقول لي قامت إسرائيل في صباح يونيو 1967 بضرب مصر وبالاعتداء عليه. طيب بما تفسر قيام العدوان الاسرائيلي، ليه اسرائيل قامت بضرب مصر؟ احنا قلنا فشلت عام 1956، قررت تاني 1967، ولكن المره دي المحاوله ناجحه. ليه بقى؟ بيقول لي بسبب مناصره مصر لحركات التحرر الوطني في اسيا وافريقيا. يبقى مصر عشان كانت واقفه جنب دول كتير في اسيا وافريقيا، فقامت اسرائيل بضرب مين؟ بضرب مصر والعدوان عليه. طيب النتائج المترتبه على العدوان الاسرائيلي لما اسرائيل ضربت مصر، ايه اللي حصل؟ ايه النتائج المترتبه؟ ايه اللي اخذته؟ قال لك استولت اسرائيل على شبه جزيره سيناء. اسرائيل استولت على ايه؟ احتلت ايه في مصر؟ احتلت شبه جزيره سيناء حتى الضفه الشرقيه وقناه السويس. طيب احتلت ايه في سوريا؟ هضبه الجولان. احتلت ايه في الاردن؟ قال الضفه الغربيه. وعندي كمان القدس الشرقيه من فلسطين. بكده انتهى معايا درس ثوره 23 يوليو 1952، والدرس الجاي ان شاء الله ناخد حرب اكتوبر وازاي مصر انتصرت على ايه؟ على اسرائيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.